بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب الصف الثاني ثانوي المستوى الثالث في مادة الفيزياء. سوف يكون درسنا اليوم بإذن الله مراجعة عن موضوع الآلات والأشكال المتعددة للطاقة. هذا الدرس من إعداد الأستاذ طلال الرشيدي ومن تقديم أنا الأستاذ حسن المالكي، فحياكم الله. في البداية سنتعلم في درسنا لهذا اليوم أولا مراجعة الآلات البسيطة وأيضا مراجعة الآلات المركبة ومراجعة الطاقة الحركية وحل بعض المسائل المختلفة على الآلات والطاقة. في البداية كما تلاحظون في هذه الصورة لآلة مركبة تسمى الدراجة الهوائية، وهذه الدراجة عندما تتحرك كأي جسم يتحرك تمتلك ماذا؟ تمتلك طاقة. هذه الطاقة تسمى ماذا؟ تسمى الطاقة الحركية. إذا ماذا تسمى طاقة هذه الآلة عندما تتحرك بسرعة؟ تسمى الطاقة الحركية، وهي الطاقة التي يمتلكها الجسم عندما يتحرك. والطاقة كما تعلمون أعزائي الطلاب لا تأتي من العدم ولا تفنى، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر من أشكال الطاقة. إذا ماذا تسمى طاقة هذه الآلة؟ تسمى الطاقة الحركية، ونرمز للطاقة الحركية بالرمز Ka. ما هو قانون حساب الطاقة الحركية؟ Ka تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة. ما هي وحدة قياس الطاقة الحركية؟ نقيسها بماذا؟ بالجول. نقيسها بماذا؟ بالجول. وهناك أيضا ما يسمى بالطاقة الحركية الدورانية، الطاقة الحركية الدورانية. والطاقة الحركية الدورانية هي تنتج عن حركة الجسم، حركة دورانية، وتتناسب مع توزيع كتلة الجسم. وكما تلاحظون هنا العلاقة ما بين إيش؟ الطاقة الحركية والسرعة. فالطاقة الحركية تتناسب طرديا مع مربع السرعة. وكما تعلمون أن السرعة كمية متجهة تعتمد على الاتجاه، بينما الطاقة الحركية ليس لها علاقة أو لا تعنى بالاتجاه، ودائما تكون الطاقة الحركية تكون ماذا؟ دائما موجبة، لأنها تعتمد على مربع السرعة. وأيضا هذه الدراجة تعتبر كما ذكرنا أنها ماذا؟ آلة. والآلة هي ماذا؟ أداة تدار إما بالمحركات أو بقوة بشرية، وتعمل على تخفيف الحمل. تعمل الآلة على تخفيف الحمل عن طريق ماذا؟ عن طريق إما تغيير مقدار القوة أو اتجاهها. إذا هذا هو عمل الآلة، تخفيف الحمل عن طريق تغيير مقدار القوة أو اتجاهها. كما ذكرنا الآلة نوعين، آلة بسيطة وآلة مركبة كما في هذه الصورة. الدراجة الهوائية تعتبر ماذا؟ تعتبر آلة مركبة، فهي تتكون من آلتين، ولو أردنا أن نحسب كفاءة الآلة المركبة فإننا نقوم بضرب الكفاءات. لدينا سؤال يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تعمل الآلات على تغيير مقدار القوة أو اتجاهها. هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ هذه عبارة ماذا؟ صحيحة. هذا هو عمل الآلات، تغيير مقدار القوة أو اتجاهها من أجل ماذا؟ تخفيف الحمل. السؤال الثاني، شغل القوة المتغيرة هو المساحة تحت المنحنى البياني للقوة والإزاحة. الشغل كما تعلمون هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة عندما نقوم برسم العلاقة ما بين القوة والإزاحة. فإن القوة تساوي ماذا؟ تساوي المساحة تحت المنحنى.
الشغل عفوا يساوي المساحة تحت المنحنى. فإذا هذه عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة. الآلة المركبة تتألف من آلات بسيطة كما لاحظنا في الصورة السابقة، إذا هذه عبارة أيضا صحيحة. الطاقة الحركية تعتمد على ماذا؟ على كتلة الجسم وسرعة، وهذا واضح من خلال القانون. الطاقة الحركية تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة، تعتمد على الكتلة وعلى السرعة، إذا عبارة ماذا؟ عبارة صحيح. لدينا هذا السؤال يقول: يتفحص عامل نظام بكرات متعددة وذلك لتقدير أكبر جسم يمكن أن يرفعه، فإذا كانت أكبر قوة يمكن للعامل التأثير بها رأسيا إلى أسفل مساوية لوزنه. إذا هذه ماذا؟ هذه هي القوة المسلطة، هذه هي القوة إيش؟ المسلطة اللي هي تساوي إيش؟ وزنه. نرمز لها بالرمز Fe. وعندما يحرك العامل الحبل مسافة، إذا هذه إيش؟ مسافة أو إزاحة ماذا؟ إزاحة القوة المسلطة DE. فإن الجسم يتحرك مسافة 0.25 متر، إذا هذه إيش؟ هذه اللي هي تسمى إزاحة المقاومة، إذا هذه نرمز لها بالرمز DR. فما وزن أثقل جسم يمكن رفع؟ إذا يريد أثقل مقاومة يستطيع هذا الشخص أن يرفعها، إذا يريد إيش؟ FR. كما تلاحظون في هذه الصورة هذا هو نظام البكرة. إذا نضع القانون المناسب لحل مثل هذه المسائل FR على FE ويساوي DE على DR. طبعا كما تلاحظون الـ FR هي المطلوب، إذن ماذا نقول؟ FR تساوي DE على DR مضروبا في FE، ويساوي لو عوضنا 1.5 تقسيم 0.25 ضرب FE وهي وزن هذا الشخص 875. نلاحظ أن الـ FR تساوي ماذا؟ اللي هو أثقل جسم يمكن رفعه 5250 نيوتن. إذا بهذه الطريقة استطعنا معرفة أثقل جسم يمكن أن يرفع هذا العامل عن طريق ماذا؟ نظام بكرات متعددة. لدينا سؤال آخر: تتكون آلة مركبة من مستوى مائل وبكرة، إذا كم لدينا؟ آلة مركبة من مستوى مائل وبكرة، إذا لدينا آلتين، وتستخدم الآلة لرفع الصناديق الثقيلة، فإذا كانت كفاءة سحب الصندوق كتلته 100 كيلوغرام إلى أعلى المستوى المائل، إذا هذه الآلة الأولى المستوى المائل كم كفاءتها؟ 50%، وكانت كفاءة البكرة 90%، فما الكفاءة الكلية للآلة المركبة؟ هل هي 40% أم 45% أم 50% أم 70%؟ طبعا كما تعلمون الآلات المركبة إذا أردنا حساب الآلة، إذا كفاءة الآلة الكلية أو الآلة المركبة، نقوم بضرب ماذا؟ ضرب الكفاءات. فلدينا الآلة الأولى كفاءتها 50% والآلة الثانية كفاءتها كم؟ 90%. إذا نقول طبعا لما نقول 0.5 اللي هي 50% ضرب 0.9 اللي هي 90% يساوي كم؟ 0.45. لما نضربها في 100 راح يعطينا ايش؟ النسبة المئوية او الكفاءة لهذه الآلة المركبة 45%. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني، الكفاءة الكلية للآلة المركبة 45%. نقوم بضرب الكفاءات للآلات
المكونة لهذه الآلة المركبة؟ في هذا السؤال يقول: تعتمد الطاقة الحركية الدورانية على السرعة والكتلة، السرعة الدورانية والكتلة، السرعة الدورانية وتوزيع الكتلة، أم التسارع؟ الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث، السرعة الدورانية وتوزيع الكتلة. إذا الاختيار الصحيح هو سي، السرعة الدورانية وتوزيع الكتلة. إذا لدينا هذه المسألة الحسابية، في هذه المسألة يقول سيارة صغيرة كتلتها، إذا أعطانا إيش؟ الكتلة. كتلتها 875 كيلوغرام، زادت سرعتها، إذا تغيرت السرعة من 22، إذا هذه السرعة الابتدائية من 22 إلى 44 متر لكل ثانية، إذا نقول هذه السرعة الأولى، هذه السرعة الثانية. عندما تجاوزت سيارة أخرى، ما مقدار الشغل المبذول على السيارة لزيادة سرعته؟ كما تعلمون أن الشغل يساوي ماذا؟ يساوي التغير في الطاقة إيش؟ الحركية. التغير في الطاقة ماذا؟ الحركية. فلو أردنا حساب مقدار الشغل ماذا يساوي؟ إذا نقوم بالتعويض، الطاقة الحركية النهائية تساوي النص أم في F تربيع ناقص نص أم في I تربيع السرعة الابتدائية، ثم نقوم بعد ذلك بالتعويض، نصف 875 مضروبة في السرعة النهائية 44 تربيع ناقص نص أم اللي هي 875 ضرب 22 تربيع، راح يكون الناتج النهائي مقداره 6.35 في 10 أس 5. ما هي الوحدة؟ مهم جدا معرفة الوحدة، الوحدة هي الجول. إذا بهذه الطريقة استطعنا حساب مقدار الشغل المبذول على سيارة لزيادة سرعتها. فكما تعلمون الشغل هو مقدار التغير أو مقدار الفرق في الطاقة الحركية. في هذا السؤال يقول: حاصل ضرب نصف الكتلة في مربع السرعة، هل هو الطاقة الحرارية أم الطاقة الكامنة أم الطاقة الحركية أم الطاقة الكيميائية؟ لو كتبنا هذا الكلام على صيغة رياضية بهذا الشكل، حاصل ضرب نصف الكتلة في مربع السرعة، ماذا يعطينا؟ يعطينا إيش؟ الطاقة الحركية. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار سي. جسمين لهما سرعتين متساوية لكن في اتجاهين ماذا؟ في اتجاهين مختلفين، بمعنى واحد سرعته موجبة والآخر سرعته ايش؟ سالبة. واحد سرعته موجبة والآخر سرعته ايش؟ سالبة. ماذا نقول عن الطاقة والزخم؟ الطاقة كما تعلمون أنها طبعا لا تكون سالبة، دائما تكون موجبة. فإذا كانت السرعتين متساوية ولكن في اتجاه مختلفين، إذا الطاقة راح تكون ماذا؟ نفسها، الطاقة متساوية للجسمين. أما بالنسبة للزخم فإن الزخم يكون ماذا؟ الزخم مختلف، الزخم مختلف، الزخم كمية اتجاهية لها علاقة بالاتجاه، فالزخم راح يكون لجسم موجب ولجسم آخر يكون سالب. إذا الطاقة متساوية، دائما الطاقة تكون موجبة، الزخم مختلف. وضح الارتباط بين الطاقة والقوة. كما تعلمون أن الشغل هو ماذا؟ هو يساوي التغير في الطاقة
الحركية، كما رأينا قبل قليل خلال المسألة أن الشغل يساوي التغير في الطاقة الحركية. وكما تعلمون أن الشغل هو ماذا؟ هو عبارة عن حاصل ضرب القوة في الإزاحة. فالقوة تنتج لي ماذا؟ القوة تنتج لي إيش؟ شغل، والشغل يغير لي في الطاقة الحركية. إذا هذا هو الارتباط ما بين الطاقة والقوة. القوة تنتج لي شغل، والشغل ينتج لي ماذا؟ تغير في الطاقة الحركية. إذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم أن الطاقة الحركية هي طاقة ناتجة عن حركة الكتلة أو حركة الجسم، وربطنا ما بين الشغل والطاقة من خلال نظرية الشغل والطاقة، وهذه النظرية توضح العلاقة ما بين الشغل والطاقة، حيث أن الشغل يساوي التغير في الطاقة الحركية. أيضا تكلمنا عن كفاءة الآلات المركبة. كما تعلمون الآلات هي أداة ماذا؟ تدار إما بقوة بشرية أو بالمحركات، وتعمل على تخفيف الحمل عن طريق تغيير مقدار القوة أو اتجاهه، ومنها بسيطة ومركبة. بالنسبة للآلات المركبة، كفاءتها عبارة عن حاصل ضرب كفاءات الآلات البسيطة المكونة لها، وهذا شاهدناه من خلال المسألة الحسابية. وكما تعلمون أن الطاقة ترتبط بالقوة عن طريق الشغل الذي ينتج من القوة. إذا بهذا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية مراجعة درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن قدمنا كل ما يحوز على رضاكم. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس. بإذن الله نلتقي في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.